فيبتدي طوبيا ياخد عروسه سارة علشان يرجعوا إلى الأب. بالظبط زي ما المسيح خلص العروس بتاعته الكنيسة، كان لازم ياخد العروس ويعود بيها إلى الأب. هو ده اللي المسيح عمله. بعد ما ارتبط بينا كعروس للمسيح، لازم يوصلنا إلى بيت الآب، إلى السماء. وهو ده هدف ارتباطه بينا، إن ياخدنا إلى بيت الآب. وفيما هم راجعون وقد بلغوا إلى حران التي في وسط الطريق جهة نينوى في اليوم الحادي عشر. واضح إنهم كانوا ماشيين ببطء، مسافة كانوا لو هم لوحديهم هم الاثنين يقطعوها في أسبوع، لكن لأن معاهم سارة ومعاهم مواشي ومعاهم غنم ومعاهم أمتاع كتيرة، كانوا لسه لحد اليوم الحداشر وما وصلوش نص المسافة. فقال الملاك: يا أخي طوبيا، أنك تعلم كيف فارقت آباك. أنت عارف أبوك وظروفه كويس، فلنتقدم نحن إن أحببت، والعيال وزوجتك يلحقون على مهل مع المواشي. العيال مقصود بيهم العبيد والجواري. فقالوا: احنا نطلع نمد ونسبق عشان نطمئن طوبيا، لانهم كانوا يستشعروا ما يحدث عند الاب والام في هذا الوقت. ناس بتراعي مشاعر غيرها. واذا توافق على المضي قال رفائيل لطوبيا: خذ معك من مرارة الحوت، فإن لنا بها حاجة. فأخذ طوبيا من المرارة وانطلق، وسابه سارة وبقية القطيع. وبردك في المعنى الرمزي الجميل، كان لازم المسيح يسبق العروس عشان يعد ليها المكان. أنا أمضي لأعد لكم مكانا، ومدى أعددت لكم مكانا آتي وآخذكم. فسبقوا هنا علشان يعدوا مكان في بيت الآب، عشان لما توصل سارة تلاقي ليها مكان في بيت الآب. وأما حنة فكانت كل يوم تجلس على الطريق على رأس الجبل، حيث كانت تستطيع أن تنظر على بعد. الأم بقى كل يوم تطلع للجبل وتشوف من بعيد، هي عارفة مشيت ابنها وشكل ابنها، متلهفة عليه تنتظره كل يوم. بالضبط زي ما كان الأب في مثل الابن الضال بيعمل، كل يوم يخرج يبص يقول: فإذا كان لم يذل بعيدا رآه إيه أبوه فرقد. فلما كانت تتشوف ذات يوم من ذلك الموضع، نظرت على بعد وللوقت عرفت أنه ابنها قادما، فبادرت وأخبرت بعلها قائلة: هوذا ابنك آت. ابنك جه. وقال رفائيل لطوبيا: إذا دخلت بيتك فاسجد في الحال للرب إلهك واشكر له، ثم ابنه من أبيك وقبله. استنى ثواني، خدوا بالكم الحتة دي. قال له أول حاجة تعملها تسجد. طبعا الواحد في مشاعر اشتياقه لابوه واشتياق ابوه ليه، اول حاجه يعملها تلقائيا هو ايه؟ هيجري يحضنه. لكن قال له لا، اولا اسجد للرب الهك اللي بعتك ورجعك سالم، عشان الله يكون اولا حتى فوق المشاعر، حتى فوق الأحاسيس. الله يكون أولا دائما. وبعد ما تشوفوا وطلي لساعتك عينيه بمرارة الحوت هذه التي معك، واعلم أنه للحين تنفتح عيناه ويرى أبوك ضوء السماء ويفرح برؤيتك.
قال له استخدم المرارة بتاعت الحوت أو السمكة اللي كانت عايزة تغرق طوبيا، ولكن هو شقها وأخرج ثلاث حاجات منها، الكبد والقلب والمرارة. حينئذ سبق الكلب الذي كان معه في الطريق، الكلب باستمرار يسبق يجري، هز بديره فرحان انه رجع للبيت، وكان كأنه يشير يبدي مسرته ببصبصة، ببصبصة ذنبه، يعني يهز ديله. عارفين الكلب لما يبقى فرحان حرك ديله كتير. تقول لي ايه حكاية الكلب ده؟ يعني ايه لزوم الكلب ده؟ فاكرين لما قلت لكم في بداية الرحلة ان صاحبهم كلب، والكلب في حكم الشريعة نجس، ازاي يمشوا ومعاهم كلب بينما اليهود عندهم الكلب ده حيوان نجس؟ مش بس العادات بتاعت البلد، لا، احنا نتكلم دلوقتي عن مين بقى؟ عن المسيح. ما طهره الله لا ينجسه ايه؟ انسان. في طريق الخلاص اللي مشيه طوبيا والخلاص اللي صنعه، فاكرين بطرس لما قال لربنا ما كلش دنس او نجس، فقال له ما طهره الله لا ينجسه، خلاص ما بقاش فيه نجاسة، ما بقيش فيه طاهر ونجس، كل شيء طاهر للطاهرين. عشان كده مشي معهم هذا الكلب إشارة. تعرفين الكلب باستمرار كان يشير إلى الأمم بالنسبة لليهود، كان اليهود يسموا الأمم كلاب، ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. لا خلاص ما بقاش فيه نجس، الكلب ده ما بقاش فيه نجس، خلاص اللي صنعه هو مسيح العالم كله لليهود وللأمم. فقام أبوه وهو أعمى وجعل يجري وهو يتعثر برجليه، فناول يده لغلام وخرج لملاقات ابنه، واستقبله وقبله هو وامرأته، وطفق كلاهما يبكيان من الفرح، ثم سجدوا لله وشكروا له وجلسوا. ابتدت العيلة كلها تسبح ربنا، والله يصير هو أول شيء في حياتهم وأساس كل شيء في حياتهم. فأخذ طوبيا من مرارة الحوت وطلى عيني أبيه، ومكث مقدار نصف ساعة فبدأ يخرج من عينيه غشاوة كغرق البيض، زي قشر البيض المكسر. فأمسكها طوبيا وسحبها من عينيه، وللوقت عاد إلى طوبيا بصره، فمجد الله هو وامرأته وكل من كان يعرفه. استرد هنا طوبيا الأب بصره بعد ما كان فقده حوالي 4 سنوات. طبعا السر مش في نوع المرارة بتاعت الحوت، هي اللي شافت، وإن كانوا بيستخدموا بعض الحاجات دي في العلاج، لكن السر في قوة الشفاء. لما طوبيا الابن طلع عينين الأب، الكنيسة خدت هذا السر في سر مسحة المرضى. لما يبقى إنسان مريض الكاهن يرشمه بالزيت، السر مش في الزيت، الشفاء مش في الزيت في حد ذاته، لكن الشفاء فين؟ في الإيمان وفي الصلاة وفي الطاعة وفي عمل الروح القدس من خلال هذه المادة. الزيت في حد ذاته لا يستطيع أن يشفي، لكن هو ده سر نوال نعمة الروح القدس بواسطة المادة المنظورة. وكان لازم طوبيا الابن هو اللي يحطه، مش أي حد تاني، علشان سر الشفاء في حلول روح الله مش في المادة
ولا في الشخص في حد ذاته، لكن في الطاعة لكلمة ربنا وفي تصديق كلمة ربنا وفي الصلاة لأن كلمة ربنا تتم في حياتنا، هو ده اللي بيدي قوة الشفاء في السر. مسيح بعد ما خلص الكنيسة اللي هي عروسه كان لازم يعد ليها مكان، ومضى وأعدد المكان وهيئ الأب والأم لكل الأخبار اللي هو شافها وكل الغنيمة اللي هو جابها. وفوق كل ده ان الأب فتح وشاف، وقلنا ان المرارة ده هي ترمز لآلام المسيح، للمر اللي المسيح تألم بيه من أجلنا. وآلام المسيح دي بتدي رؤية مختلفة للإنسان، بتفتح عينين الإنسان. مسيح المتألم من أجلنا، عشان كده في صلاة الساعة السادسة نقول له بآلامك الشافية المحيية. آلام المسيح دي آلام شافية، بتدي رؤية للإنسان، عينين جديدة للإنسان، بصيرة جديدة للإنسان. فوقعت من عينين القشور الغشاوة اللي كانت مخليها مش شايف، زي بولس الرسول لما قابله المسيح في الطريق وقال له لماذا تضطهدني، وبعدين راح له حنانيا يقول انه كان اعمى لا يبصر لمده 3 ايام، لكن لما صلى له حنانيا وقع من عينيه اشياء زي قشور. شيل الغشاوه اللي مش خليانا نقدر نعرف نشوفك واضح. فوات كتيرة بننظر للآلام اللي ربنا بيسمح بيها في حياتنا إن الآلام دي عقاب أو غضب، لكن في واقع الأمر الآلام دي من خلالها نستطيع أن نرى الله. ربنا عايز يكشف عن عينينا عن حاجة، زي ما قال أيوب بسمع الأذن سمعت عنك أما الآن فقد رأتك عيناي، لما دخلت في الألم في التجربة. عشان كده آلامنا لازم نحولها لشركة آلام مع المسيح، آلامنا تبقى في شركة مع آلام المسيح، عشان الآلام دي تستطيع أنها تدينا رؤية جديدة. وقعد طوبيا يبتدي يحكي لأبوه كل شيء، وقال طوبيا، ابتدوا يسبحوا ربنا، أباركك أيها الرب إله إسرائيل. بعد ما الابن حكى للأب كل شيء ومجدوا ربنا على عمل ربنا، بالضبط زي ما المسيح بعد ما تم من مهمة يقول العمل الذي أعطيتني قد أكملته، اللي انت عايزه أنا حققته، رحت وجبت الدين ورجعت ليك مرة تاني، العمل الذي أعطيتني قد أكملته. وقال طوبيا أباركك أيها الرب إله إسرائيل، ده طوبيا الأب بقى، لأنك أدبتني وشفيتني. سمحت بالألم في حياتي، لكن الألم ده كان من أجل شفاء نفسي. وها أنا ذا أرى طوبيا ولدي، وأما سارة كنته فوصلت بعد 7 أيام. 7 أيام ده كمال الزمن، كمال الانتظار، كمال الحياة. العروسة سارة دي هي أنا وإنت وإنت، كل واحد هيقعد 7 أيام في العالم قبل ما يوصل للعريس. 7 أيام دول هي حياتي وحياتك لحد ما توفي كمال أيامك على الأرض، والمسيح أعد ليك المكان ومستنيك بعد ما تخلص 7 أيام توصل. هي وجميع العيال بسلام، والغنم والأبل ومال كثير مما للمرأة مع المال الذي استوفاه من غبيليوس. وأخبر أبويه بجميع إحسانات الله التي أنعم بها عليه على يد ذلك الرجل الذي ذهب معه، اللي هو مين؟ ملاك رفائيل اللي كان لحد دلوقتي عارفينه باسم
عذريا ابن حنانيا. معونتي من عند حنان الله. نسينا. وفد على طبيا أحيور ونباط وهما ذو قرابة له فرحين، وهنآه بجميع ما من الله به عليه من الخير. وعملوا وليمة 7 أيام وفرحوا كلهم فرحا عظيما. وليمة 7 أيام يعني وليمة الأبدية. أعادوا عرس مرة تانية لابنهم طوبيا وعروسته سارة. ده عشاء عرس الخروف. 7 أيام يستمر إلى الحياة الأبدية، إلى مدى وكمال الظهور. أخذ العريس عروسه وذهب بيها إلى بيت الآب وعمل لها هذه الوليمة العظيمة. كل ده لكن في حاجة لسه ما يعرفوهاش. مين هذا الرجل اللي رافق الابن طول الوقت ده؟